على مدار الوقت، القيادات السلالية للميليشيا وجموع مسلحيها في حرب ضد اليمنيين وسلب للأراضي والممتلكات وقتلا وخطفا وجرائم لا حصر لها، كما يحدث حاليا في مديرية مجز بصعدة، حيث وسعت الميليشيا عمليات السطو على أراضي المواطنين تحت ذريعة مواجهة العدوان. بررت الميليشيا لنفسها سلب الأموال والممتلكات وفرض القمع المميت وألغت الحريات، وفرضت العنصرية بقانون زائف بغية تكريس العبودية كأمر واقع، غير أن تبعات ممارسات الميليشيا ارتدت عليها، حيث يسود الغضب والاستياء كافة فئات الشعب اليمني. وحسب مصادر سياسية وحقوقية، يعم الشعور بين اليمنيين بضياع 9 سنوات من أعمارهم بسبب مغامرات الحوثي وأسرته وعصابته السلالية، وصولا إلى أسوأ وضع من الفقر والجوع طال اليمنيين جميعا، وانتعاش الحوثي وزمرته بامتلاكهم المليارات المنهوبة من خزائن وموارد الدولة، واحتكارهم معظم القطاعات الاقتصادية ومتاجرتهم بالدين والتعليم وفلسطين. 9 أعوام ذهبت سدى، وما تزال العصابة الانقلابية العنصرية ترفض دفع الرواتب وترغم موظفي الدولة على العمل دون راتب أو الفصل، كما تعمل على تنمية ثروات العصابة الحوثية فقط على حساب تدهور أوضاع البلاد. وبعد أن تسببت حربها في نزوح قرابة 5 مليون يمنيا داخليا وخارجيا، وقوضت معيشة الناس واستولت على كافة المقدرات ونهبت الرواتب والموارد، وجعلتها حكرا على الحوثي وأسرته وعددا من القيادات والأسر المتورطة في فظائعه وجرائم حربه التخريبية، فهل سيفلت الحوثي بجرائمه طيلة السنوات الماضية الضائعة من حياة اليمنيين؟ تساؤل يبدو غليان الشارع العام وتأجج الغضب في صنعاء ومختلف المحافظات، كفيل بالإجابة عليه في المرحلة المقبلة.